تمخض صلاح فولد فأرا. يا ريتك ما اتكلمت، والله العظيم يا ابني يا ريتك ما اتكلمت كان احسن. بيان مايع من محمد صلاح، وليس هناك اي ادانه للكيان تذكر، وبعض الكلمات قالها هي تحسب عليه لا له. محمد صلاح الحياد خيانه، الحياد خيانة يا مايع العرب. هتكلم عن بيان محمد صلاح في عجالة، فياريت الناس اللي بتدعمنا أرباح الحلقات بتاعت شهر 10 إن شاء الله هبعتها لإخواتنا في غزة، ربنا يجعله في ميزان حسناتنا. فلايكك وشيرك مهم عشان الحلقة تنتشر، وقول لي رأيك في بيان صلاح لو قريته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ويا رب يا رب ارحم أهلنا في غزة كلهم معينا، فقد تخلى عنهم الجميع. في البداية محمد صلاح طلع ببيان مايع، أقول لك ليس من السهل التحدث أو الإدلاء بتصريحات في هذه الأوقات العصيبة. عصيبة مش، والواحد مش عارف يقول إيه في وتيرة الأحداث المتصاعدة. وتيرة الأحداث المتصاعدة من جانب مين؟ سايبها مفتوحة عايمة عايمة، ويقول لك كل الأرواح المقدسة، ولازم نوقف عشان كل الأرواح المقدسة. طب مين أرواح مين؟ مفيش إخواتنا الفلسطينيين؟ مفيش إدانة واضحة في البيان كله للكيان؟ مفيش إدانة واضحة ولا موقف قوي منه؟ وانت ويقول انا داعم لاخواتي زي ما بنزيما وكوكا وغيرهم عملوا، مايع وهتفضل طول عمرك مايع. الحياد خيانه يا كتفه يا راجل. ده انت فخر مين؟ محدش ما اسمعش حد يقول لي فخر العرب، دي بالله عليكم، عشان ده اسمه مايع العرب. يا ريتك ما اتكلمت، يا ريتك ما. والمشكله تشوفوا هو بيتكلم قاعد كده بيقرا من ورقه، في ورقه قدامه بيقرا منها، خايف يغلط بكلمة، ومتعرف يقول ايه بالظبط. الناس اللي بتدافع عن محمد صلاح، انتوا هتقابلوا ربنا، ما فيهاش محمد صلاح بقى. محمد صلاح مين ده؟ ده أراجوز، ده لعيب، ده لعيب كورة أراجوز، يعني بيفرحنا كده ويسلينا. لكن قضية فلسطين دي مش عايزة مياعة، عايزة إدانة، عايزة الواحد بس متنرفز والله، عايز موقف صريح للي حصل والمجزرة اللي حصلت واللي حصل في المستشفى. ما عجبناش، المفروض الناس تتدخل وقادة العالم يتدخلوا والإنسانية. اللهم صبرا صبرا يا رب. تخاذل والله. خايفين من ايه؟ متولى اكتر. خايف من ايه؟ خايف من ايه؟ كريم بنزيما هيتسحب منه الجنسية بس ولا همه. دمت متخاذل يا مايع العرب، الحياد خيانة يا مايع العرب ويا بايع العرب. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا ريتك ما نطقت يا اخي كده. انا بكون وصلت لنهاية الحلقة، بيان مايع من شخص مايع وطالع لما اتضغط على الدغل. ناقص يقول لهم ايه؟ اهو انا اتكلمت بقى ارحموني، اتكلمت ما تقرفوناش بقى يا جدعان. مش ليس من السهل الادلاء بتصريحات، بس هم اللي ارغموني، كل شويه يطلعوا ينتقدوني. ماشي، سلام.